مولاي مسعود أكوزا الله يرحمه، الله يجدع عليه الرحمة والمغفرة. دابا راه الحمد لله ولادو جاو ووقفوا واحد الموقف حقيقة اللي تيوقف الوالد ديالو، ما غيروا حتى شي حاجة في النظام اللي كان تيدير مولاي مسعود الله يرحمه. ومولاي مسعود راه قدم واحد العادات ديال المزية للقبيلة ديال يدك النظيف، وأنا بصفتي رئيس ديال الخيرية نقول لك 20 عام وانا الرئيس ديال الخيريه، ومولاي مسعود هو اللي بنى هذه الخيريه في 1980 فاش بدات، ومازال الان تعطي سبتو كل ديالها الحمد لله. وكان الدراري كلهم ولا البنات تيقراو ما عندناش فين نديوهم، وجا مولاي مسعود بنى هذه الخيريه وتيقراو فيها واحد العدد ديال الدراري، حتى لحقنا 240 بين الدراري والبنات اللي تيقراو هنا بالحمد لله. اليوم تنحضروا هذه المناسبة ديال هذه الذكرى ديال الموسم ديال سيدي مسعود. مركز قبيلة إيدا ونديف كيفما كتعرفوا دائما كيتحتفل به في الأسبوع الثاني من أكتوبر، وهذه السنة كيفما كتعرفوا مع الأسف جاء مع الوفاة ديال الحفيد ديالو اللي هو مولاي مسعود أكوزال، اللي هو رجل الكل تيعرفو اقتصادي اجتماعي، رجل اعمال ناجح في الحياه ديالو. وفي الحقيقه ما يمكنش لي نعبر على الكلمات اللي غادي يمكن نقول، ما غاديش يمكن نوفي ليه حقه، داكشي اللي قدم للمنطقه وداكشي اللي قدم لولاد المنطقه وكذلك الوطن. ولهذا ما عندنا الا ندعو ليه بالمغفره والرحمه ان شاء الله من الرحيم. كان من رجال العظماء ديال المنطقه، كان معروف بالخير ديالو وبالمساعده ديال الفقراء وديال المدارس العتيقه والمدارس دور الطالبه وجميع الساكنه اللي كانت كتجي عنده. كما كان من العصاميين اللي انشا الثروه ديالو من لا شيء، وهو الحمد لله دابا خلى الخلف ديالو، وكنتمناو ليه الرحمه والغفران والسلوان باذن الله، وشكرا.